الو مرحبا صلاح، سلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير. انت وين الحينه؟ متبتي لنا؟ لا تبطي صلاح، وايد تبطي الحين هالايام. يا يا مشكلة يا حي بابا. انزين صلاح، صراحة أقول لك اليوم بسير دبي. أنا خبرتك بسير دبي اليوم، برد يوم السبت، بتغدى هناك بعد يوم السبت. أنت بسير دبي اليوم؟ أنا ما نسيت حبيبي، غير بعد لازم بنادم شوي انزي. ما شي مشكلة، بتيني هناك لو شو انزي. يلا يوم بتي بنسوله. صباح الخير. قبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. كيف حالكم؟ شو أصبحتوا؟ كيف أنتوا؟ شو علومكم؟ شو الأخبار؟ أنا أخباري طيبة، أموري زينة، وكل شيء من حسن إلى أحسن، والحمد لله. زراعة زينة والصحة زينة والربع واليران وصدقاني وكل من أعز وأحب وأود، حتى اللي ما دانيهم خير. لا استغفر الله، والله أني ما أني أداني العرب كلها. لا والله العظيم امزح وياكم، تقبضونها علي. والله اني اداني الناس كلها، اسوي سوالف وياكم. انا وين ابغى احد بعد حليلي. الحمد لله كل شيء زين. وحين اليوم بتغدى في دبي، اليوم ظهرتي من وقت، اليوم الساعه 10:30 ان شاء الله بظهر، 11 و12 بكون في دبي، وبيكون غداي هناك ان شاء الله، بيكون تشيك ان الفندق الساعه 2. يلا هم توي يعني مسج يتخبر عن ريال ولا حرمه، والله ما يندرى بابنه. امتسح اني ما قدرت، وتم ضميري انبني تتخذت وعطيت وياهم في الكلام اللي تخبرون عن سكنتنا في المدينه المنوره في اي فندق كانت، ما اتذكر. حاولت اتذكر باي طريقه، حتى دقت حق الدري واللي في مكه اذا تشرني، ما رد علي. تليفونه مسكر مغلق. زين فلذلك اللي في المدينه انا ما اتذكر، غير اللي في مكة دار التوحيد. دار التوحيد انتر كنتل انتل، هو هذا اللي احنا نسكن هناك، هو اللي كنت اخر مرة موجود فيه. السلام عليكم. جود مورنينج. ها حسابات اشوفك بعد تبي بيزات؟ لا انا اريد بلدية زي ثمانية. ايه زين، والله يبوك الله راح منا في هالبلدية. الله راح زلغ اشوف بعد الراس. لا دو دو دول وزلق. لا دول زين زين. شو اليوم ريو؟ يلا عاد بسرعة، كل شيء فت. عاد انت ونية. يلا بسرعة عاد. باجل لا زين. يلا هذا انت روح شوي شوي يلا انت بطل بطي هذا كله. ليش اليوم هكذا كواويد؟ وايد تو ماتش. يا سلام يا سلام، هذا ابوي اللي وصى عليه الدكتور، هذا اللي وصى عليه الطبيب، هذا ابوي الخمير، الخمير الفنان. بطنه وظهره حمر، بطنه وظهره حمر. يا سلام عصيت البوبر، هذه عصيت البوبر. يا سلام سلم، شكرا. وهذا فول خدمة محسن، خادم فول اليوم. يلا هذا يلا، وبعد هذا فول بعد. وهذا خبز. اوبن ذس يا دويا. هذا بعد خبز هالمغرب. شكرا. صلاح تبع عصيده؟ لا علي علي جره. تبع فول؟ بعد. جيتني نقمه من صباح الله خير من احد المتابعين، ريال له حرمه، لكن ما ظني ريال، هاي حرمه هم بريجع. لا والله امهات بريجع في غاره ما يقولون شيء، هاي وحده بعد يعني قويه من القويات. البارحه انا اقول المشموم من يكمل يومين ثلاثه إذا تسوى عروق ترى تم خبر، وما سوى عروق نتشوي يذوي عقب يومين لو ثلاثة أيام. قلت لهم اللي ذاوي عقوه، واللي شاد عمر وشاد عوده هذا براي يخلوه. طرشت لي مسج، أول مرة نسمعك تعق شيء، بعد شو أسوي بهذا؟ أخلله أسوي سندويتش؟ شو وين شو أحطه فيه؟ شو ينفع فيه الحين؟ بعد صلاة سمعت بالله عليك؟ إي والله. يعني شو اسوي بهذا؟ ورقه شيره وذبلت، شو يسووا بها؟ هايفه
الهايفا يرد ما تسمع يقول لك كل من هافت ورقة طاح ولت هيف وعقب الطيح شرات عمر البني آدم. عمر البني آدم هالنمونة شرات طور الشيرة ورقة الشيرة صغيرون ويكبر 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 ويتم متغذي وخضر وفي ريعان شباب وقوته ونظارته وفجأة يدوي 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 وتدش وتحت الورقة. هذا عمر البني آدم. يا إنك تقضيه في بر والديك وطاعة الرحمن ولا تقضيه أبوي في عصيان الرحمن وغضب الرحمن وغضب والديك. يلا بنامس خلاص. تعالي تعالي سعادة. شو هذا حينه نزل تحت إيه؟ شو اوبن هل... اوبن عاد هذا الدوسه دوسه إيه سبيشال دوسه ما في دوسه نورمال لا والله مو كيف شو يعني شو فرق بين هذا والنورمال في مصاله هذا هايدي مصاله ماله مال بي فاي ايوه الخضره اللي فيه نسوي كوكونات نسوي طحين ميكس خيب الدباب يوم كلنا عيوننا أقولكم دوسة هاي مسوينها هو جديدة لا شاور ولا ناظر يعني يقول مديل جديد عندهم هاي الدوسة سبيشل في بلادهم يخدمونها من الفيفاي الغض ولو ريحتها وايد خنينة أربع اللاتة مقوعة جديدة ولي غالب عليها طعم الكوكونات ود لذيذ وفنانة وأربع الله تنقوى اليوم حدواك حاجة بحياتك ما أكلتها مال الهنود هذا فطار الهنود أنا عايز أكل فول اليوم لا تأكل فول اليوم قص بزور إلا طعمك من هذا شايف أن أنا والله تلم تشد متريج والله ما دريت به إنه مسوي منه ولا ما ولا ها وحدة نعيبك بنحطك واحد مش عايز شو يلا 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 على هواك صلاح قول له لازم تاكله اكله تابع خبز اثنين تحفه والله هاي اقول لك روزنا حطوها بشرف وغرف ما يازت عن طرارته انت بتودر الفول ما بتودر الفول هذا ابوي شيء فنان فتحوه ولا فنان ولا يقرب له ولا ابن عمه ولا حتى يعرف شو طابور ماله بشكره يا كلام يا بيعمل منه كل يوم خلاص انت قلت خلاص كل يوم ده افطارك من ده هي واتعشى كمان ها صلاح تعالي لسعدالي هي منو قالك ترتب هناك انت طباخ انت طباخ محسن جميله بقول جميل قوي مش قادر اقول لك عامله ازاي يبقى خلاص هدي لك واحد هدي لك واحد ثاني لا والنبي ابدا عملت دايت استنى اشوف شو اتحريت ودسيت بطمتها اول زين يلا ابوي انا احد المشاهدين حبل المشاهدين المتابعين دار التقوى اللي في المدينه اسمه فندق دار التقوى هذا اللي انا كنت فيه في المدينه بعد زين واللي في مكة دار التوحيد انت كنت لتل دار التوحيد في مكة واللي في المدينة دار التقوى هنا اللي مرة عند الجريب الحرم منو الحرم سبحان الله العرب تتذكر شيء مسوينه من العام وانا يا راعي الشان انسى هاي والله مصيبة والله يزاهم الله خير صبر 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 كبري بيك شو سويت الحين اول مصيبه سمعت له هي ماي خلاص هي الحين في ثلاثة مره ما تص ماي هي ثلاث مرات استغليته ثلاث مرات زين الحين بتشيل هذا لو هي. الكشره الاولي بتعقه تحت تحت الهمبه انزين بتحط غير الحين الحين واحد قوني هني واحد قوني هني بتصب عليه ماء وبتريا يومين وعقب بتسجيبه الزراعه اليوم اعطيه كله كبير الكبار هي. مصر من هنا انزين والباقي ما حصله لا هذا الشارع الحين في متروس هي الحين متروس السالم بكره الصبح هي هذا الطرف زين بارك الله فيك شكرا شكرا
الحمد لله رب العالمين. لازم كل شيء يبال عباله، كل شيء يبال عباله، كل شيء يبال عباله. ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله رب العالمين. وه بادينا قب، ها شو هاي الزهرة مات الفيفاي، شو حطوا له شيرة ذراع ونص، شيرة الفيفاي هاي ذراع ونص طولها، لأنها مزروعة على الموسم مثل ما قلت لكم. ها سبحانك يا رب، ترى كل شيء ولا شيء. رشينا البحر كامل طول كبر البيت، رشينا عن هاي الدودة الأنفاق، الحمد لله. ماني مثل المعبود خير، ماني في المعبود خير، إن الله يفكنا من هالآفة نحن وغيرنا. شو هالورق الجديد غربار، هالله هي دبابة الأنفاق ما تعنى إلا حق هذا الجديد، هاي توه منقض، هاي يسوي الحين ريح قوية تي وتبيض هنيها بين هذه وهذيك وتفقس غرب ان شاء الله يعلك ما تفقسي. الله لا كثرت، كانت ابوي لعبه في الدنيا لعبه، الواد هاي الاول ما عرفنا نحن شو سبت من استوت الدنيا يتقرفص اطراف اللومي. نصيحه اخرى للي زارعين هنبه توه جديد توه منقض توه الحين مزروع السنه، هذا بيطلع ورد، الورد هذا لازم يقص بمقص، يتريون ابوي لين طلع هذا يظهر كامل، من يظهر نشوا ويابوا مقص يزوهني من العكر ما يخلونه. شو السبب؟ عسب تتقول شيره، تتقول همباه وتصير في قو، ان خليته بزهرها صار القو في زهره وسوت الهمبه وهي صغيرونه، بتازم من دعله وصغيرونه ولا بتحترش، بتازم مكان اكسر، ما بتنتهض، ما بتغدي عوده شرى خواته، لا بتازم من دعله وهالكبيرو شرات الدبش اللي يعرضونهن للبجير اللي يعرضونهن للثيران وهن صغار، تازم حبتهن قصيرة ما ينتهضن ما يشابهن أمهاتهن. اي نعم لا تقولون محلاتكم، لازم أبوي 3 سنين 4 سنين لين تصير تنتهض الهنبات غادي طول الرجال مرتين ثلاث، خلوا وردها عليها، خلوا الزهر عليها وتروم تشل ثمرها. يعني شرات الياه الحين ياه هاي غصب زور الحين مبلغة تبليغ غصب زور بالغ مال زور، هبح مزروعة صلامة لا هذا مطعم، والمطعم يصير ويا ثمر وهو صغار، ثمر تحين هاي مرة ما تسر، لأن أنت ثمر تآزم الركن هذا ضعيفوني، الغصن هاي الغصينات ضعاف ما تقهر الهنبا، الهنبا وزنها كيلو كيلو، وين تروم؟ شرات اللي يسولها قيصرية وتازم الحرمة تعبان وحالة تلا الله. هي نعم هنمون الهنبا حال حال لوادم الشير ككل يعني، لكن بالأخص الهنبة ضروري أن هذا الحين اللي الحين يظهر الورد يقصونه. شوفونها هذه بنت العام، هاي الهنبة طول شامبي أطول عن بعد، هذه بنت العام شوفوا لازم هنمونه. لازم هنمونه أصمع هذا كبره، شوفوا شمروخ كبرين حق ما شي فايده، عسب تتقوى الهمبات تتقوى تصير في قوة. الحين هذا كله تشوفونه كله بيثمر كله بيثمر، لكن ما شي فايده ان خليته تبهدلت الهمبه. شوف الحين عسب نقص الحين هذا شوفوا تطلع ورد قبل 3 أسابيع وقصيت ظهر ورق الحين مكانه، لازم تقصه الورد ما تخليه. هذا شو حين ها كله تقاصنه هنا العام، العام قاصنه والسنه بقصه، الحين اللي قبل شهر قصيته وحين ابتدى بيظهر غيره بيظهر. شوف حتى هاي صغيرونه تنشل لجل انها ما تعقد، وان عقدت وقدت كبر الحبيبه خلوها، لا بنطعم منها، لا ما شي فايده، طعمت منها ابوي ما تربحت، بتازم من دعله فقيره وحالة تلا الله. شو ما شاء الله كلها نقض جديد، هاي بقول لك الموسم كل شيء على الموسم، ما شيء غير الموسم، ما شيء غير الموسم ابوي، ما شيء غير الموسم، كل شيء في وقت حلو الاوليين يقولون بالاخص هالكويت، كل شيء في وقت حلو يا حلو، هاي الكلمه عند هالكويت دوم يرددونها، كل شيء في وقت حلو يا حلو، وهم صدق ما كذبوا، كل شيء للموسم. اللي تخبرون ليش عنق الشير مصبوغ ابيض
اللي تخبرون شو سبب اني زارع هذا عاد اللي توهم مضافين لي داد. هذا ابوي مبيد فطري، مبيد فطري يخلط ويا نوره وينعين وينصبغ ابوي عنق الشيار في كل بلد في الدنيا العوده. هذا يمنع عنها الفطريات، يمنع عنها النمل يرقى عليها يسوي ريحه وما يقر. ومني اولا منظر جمالي ومني واقي يبعد الفطريات عن يد الاشجار بالاخص الحمضيات. اشوف تعال راوني هذا الغيديد لو من زمان هذا اول ما الاول ما الاول هذا اسد جديد لو ما الاول من اول اي بعد انت تكذب يا كذب ها متى وين متكوت اي وين طايح ها متى طاح بعد اول متى متى خرمس في الليل يا ربي من اول يلا مع السلامه دبي زي مع السلامه دبي ساير دمامينك ما تتبرد كل مال هوي 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 انت يلا مع السلامة يجيب لنا حلوة منفوش من دبي حلوة منفوش يجيبون من دبي كلها العرب الأول الحين ودروه ليصير دبي ما يطري لا الحلوة ولا يطري المنفوش الله بالمستعان الأول والله يجيبونها طوس صباح الخير يا أبو محمد إيش حالك ساك بخير وياك متابعينك من أمريكا مبتعثين هذه خدمتنا طامرك فوادة بيض بليط بدهنك اسمي الدهن غاوي كم تسعدني هالفيديوهات اللي تم من الطلبة المبتعثين ولا الموظفين ولا اللي يدرسون ولا اللي يتعالجون خارج الدولة يعني هذا هاي أنا قمة السعادة أكون قمة السعادة يوم رمسة ولا يعني تخيل هذا هل يشوفونه وبناتهم وخواتهم وحريمهم وامهاتهم يعني كم يسوى فرحتهم يوم يشوفون المشاركة هاي أنا هذا اللي يعيبني لهالأساس حاط رقم خاص للمشاركات هذه حبي طرد شو اللي كل من حطيت رقمي هذا اللي قلت حق المشاركات الخاصة طرد شو اللي مال صباح الخير مساء الخير جمعة خبيثة وجمعة نسيمة وجمعة ما أدري شو شغلة نكت وسوالف والفيديوهات متناقلة أغاني هذا كله أنا ما ولا حد يطرد شيء من هالنمونة اللي بيطرد شيء من إنتاج روحه تصويره ورمسته ويحط البلاد اللي هو جاي منها البوست المهم اللي بيحط يحط هالنمونة حتى من داخل البلاد من خارج البلاد من بر من بحر من يبل ما عندي أي مشكلة مين حط المكان اللي جاي منه ويظهر حد يرمس ولا شيشيات يعني الألادمي يطمن هلا وفريجه وعربانه وصدقانه ويرانه أنه بخير وسهاله والحمد لله على فكرة أنا وصلت دبي وحاليا أنا في دبي وهالشيء اللي تشوفونه كله في دبي داخل تنتي دبي في النص في النصيفة في نص دبي عين الماء اللي تسمعوا بعين الماء عين الماء هذه بوحين عين الماء اللي تشوفونه وهاي الدنيا وهالفلل وهالنهار وهلا شو كل أبوي هذا حين كل أبوي في دبي تحرون عماركم وهو في الرياف بريطانيا ولا في الريف الإنجليزي ولا في الريف الألماني لا 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 وحب تشوفون شيء غريب ولا لا لا أنتوا بوي في دبي هاي تشوف كله في دبي هذا بوي في نص الصحراء مسوينه هاي تشوفونه كله في نص الصحراء لكن الصحراء وين عازمت في عين الماء نص دبي الحين هي استوت العين الماء جريته شوف القوام في خاطري اني اقولكم انا وين لكن غير مصرح اني اقول انا وين في اي مكان وهالدنيا شو هي هاي كلها والبقعة اللي انا فيها هاي شو عسبه وشو هو هالمكان اللي ياخذ العقل بحيرات ودنيا واللي يترابعون فيها شو بقولكم امور هذا المكان اللي انا فيه تدروب الحين كم اللي همشي انا داخله اكثر عن نص ساعه او 35 دقيقه تقريبا كلها هالنمون هالدنيا كلها ابوي عباره كانك جالس في الضفه انت جالس في بيروت في سهول سوريا وقت الحياة شو بقولكم في شيء 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 غريب شيء شيء لا صار ولا استوى ويوم بتطالعون الارقام كلها تبين
يا عجايل الله، معقول انا في دبي؟ هذا كله في دبي وما حد يدري به المشكله، ولا حد دراب، ولا حد، ولا حتى حد عنده خبر هذا في وين موجود. ها شفتوا البقعة المخطاية؟ يوم يقول لك بقعة مخطاية، هاي البقعة المخطاية، تشخترون شرقها وغربها، ومن لف صغيرونه تدخلكم فيها المتاهة. جنة على الأرض، جنة لكن على الأرض، هالمكان اللي أنا فيه بلوزه ونخيله وأنهار. على فكرة صدقوني والله العظيم أنا في الإمارات، وبالذات في إمارة دبي. هذا اللي تشوفونه كله في دبي، هذا اللي تشوفونه كله في وين؟ في جنتية دبي. دبي يا دار الحي، يا دانة الدنيا، اللي يصير لتشيبة يرد صبي، هذا كله أبوي في دبي. يا رب البيت والحرم. قلت لكم بقعة مخطاية، بقعتن بخطاية. شحوالك هي إيه، ما نسيت وش اشتغلنا وياك في الجهاز. ايه جهاز بضم الاستثمار. يا سلام. الأولية ربعتنا ان شاء الله. لا لا مخوة وصداقة هادي. معاي مدير حسابات. معاي مدير بدير حساباتي وبيدي قارد. بودي قارد؟ انا بودي قارد اخيرا يا في لندن ما جبناك. الامر ابو يوسف الدكتور ابو يوسف. استاذ وليد شكرا جزيلا. الله يخليك. هذا الريال ابوي انا ماخذ من عندهم فله من متى حينه؟ من السنه اللي فاتت. سنه فاتت. هي السنه اللي فاتت، واليوم جاي ابوي اوقع اوراقي وخلصت اموري من نفس الله. ان شاء الله كان شرف فينا الله يسلمك معنا في المشروع. بارك الله فيك دكتور. فرحت اني شفتك. سلم على الجماعه كلهم. الله يخليك. تسلم. ولي انا صورتك من غير ما استاذن صح؟ لا ولا يهمك صحيح. شكرا مع السلامة. شكرا مع السلامة. شكرا. وصلنا يا ابوي مقر اقامتنا ان شاء الله اللي راح يكون لمدة 3 ايام، واللي هو فندق ذا ادرس. هذا الفندق وصلنا. ما يناسي دنحل اول بادي صرنا الحين كذا مكان، وصرنا خلصنا شغيلات، والحين الله يحفظكم تونا واصلين فندقنا ان شاء الله. نسولف بنامس عندكم اللي تشوفونه مناسب واللي يوالمكم او وتبونه ان شاء الله. هلو السلام عليكم. هذا فندقنا اللي نحن بنسكن فيه، هذا على ما تشوفون. يبقى ما ودي ادخل الحين بجلس اول اطالع هالالوان. يبوك هاي الوان اللي حاطينها روحها مرحبانية. حنيت أنا وتفيزرت، لا رمست حد ولا حد رمسني ولا يعرفون شو الوضع من الأساس يعني. حين احنا اللي على اليسار يطالعوا يقول ها في خاطره هذا منو؟ ليش جالس يصور هكذا؟ استاذ وليد كيف الحال؟ الحمد لله. من حضرتك انت حينه؟ مع حضرتك وليد الادرس داون تاون سوبرفايزر كلاب لاونج. اوكي، ومن هذه البنية؟ ماركتينج مانجر. اوكي نايس تو ميت يو. والثاني هي مستر ستيلا دايركتور فرونت اوفيس. ما شاء الله ما شاء الله. ادرس داون تاون. زين الحين شو الاجراء عاده يكون؟ تشيك ان. نعمل تشيك ان جوا الغرفه. بالرويال يعني نقدر نسوي تشيك ان تحت وفوق بالضبط. يعني الخيار للزائر يسوي تشيك ان في الاستقبال او بالغرفه. عنده خيارين صح؟ او بالغرفه. شكرا جزيلا. ونحن وين بنسوي تشيك ان مالنا؟ ذا رويال سويت. يلا توكل على الله. استاذ وائل كيف حالك؟ الحمد لله تمام. وائل باشا. وائل باشا يقولون انت اكثر واحد مش بتعمل قهوه. ليه؟ اشمعنى؟ وليد بقى بيشاورني بالمشكله. وينو؟ استاذ وليد ليش يعني تقول ان قهوته ما بعدل؟ لا وائل محترف قهوه ما شاء الله. وين محترف يا ريال؟ ما من الخرس القهوه. رفيعه القهوه شوف. لا يعني قلبنا صعود على صعودي شوي. يا راجل يعني عنصري انت بقى. انت من حبك الاهل السعوديه يعني. لا السعوديه والامارات ومصر كلنا واحد. الله ملك الحال. مس كارولاين هاو ار يو؟ ام فاين ثانك يو. نايس تو ميت يو. ويلكم تو ادرس داون تاون. وي هوب يو انجوي ذا نيكست فيو دايز. ان شاء الله ان شاء الله. ثانك يو فور انفايتنج اس اند فور لوكينج افتر اور افتر مي.
It is our honor and our privilege to have you here as our guest. Thank you very much. Thank you. أستاذ وليد، نحن حاليا في أي دور؟ الطابق 13. نعم. بالرويال سويت في الجناح الملكي لأدرس داون تاون. فضل حضرتك نعمل شوار راوند بالنسبة للسويت. يلا توكل. والروم تشيك. ما شاء الله، هذا شنطنا وصلت الحين؟ وصلت الحين. ما شاء الله، قبل ما نسوي تشيك. ال 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 الرويال سويت بيكون عبارة عن دوبلكس. هذا أول ما ندخل شوي على اليسار. في هنا أسانسير داخلي، إليفيتر داخلي. بيوصل للطابق الثاني. الطابق الثاني بالنسبة للرويال سويت في طابقين. طابق واحد بالتلتاش ودوبلكس بالطابق الأربعتاش. نعم، يعني نحن مكاننا هذا اللي نحن فيه السويت هذا عبارة عن دورين. دورين. نعم. دورين. أول ما تدخل اللي هو المدخل للي للي يبغي يستعمل أسانسير عشان يركب الدور الأول. الدور الأول. صح. في مدخل ثاني برضو. لما يكون في خدمة البطلر الخادم الخاص أو في ما بيعدي على الباب الرئيسي. أيوة. للي يبغي يخدم للغرف اللي فوق. ما بضروري يدخل يشوف الناس اللي هني. إنزين. الحين نروح الفوق قبل ولا حضر. تحت؟ حضر. هذا الدور اللي في الرويال سويت مكون من 3 بيدروم. نعم. ثلاث غرف. في واحده ماستر روم كينج سايز بيت. نعم. واثنين غرفتين، واحده توين بيت. هاي الصاله، هاي اول صاله صح؟ صاله استقبال صغيره. نعم. تمام. ومطلع على شو لو سمحت؟ مطلع على ال هسه. طلع على الماسوره والمسرح. وهذا دبي مول. دبي مول. أيوة. وهاي هاي ال ال النافورة الراقصة. النافورة. هنا المسبح خاص بالفندق. تمام. هذا المسبح الحين هذا كله كامل للفندق. كله كامل للفندق. خمس مسابح. ما شاء الله. وفيهم برضو نظام الهيتنج سيستم. يعني الحين الماي ما بارد الحين. مش بارد. الماي تكون بغرف. الرويال سويت اول غرفه، هاي الغرفه الرئيسيه الماستر روم صح؟ الماستر روم بتكون بالاخير. ايوه، هاي الغرفه العاديه. هاي يعني غرفه عاديه. هاي عاديه تي كل غرفه متصله مع الحمام بتاعها. نعم. تصميم هذا انا على فكره يعني ما شاء الله علي. رين شاور، النظام الرين شاور. زين هاي دريسنج روم. هذه دريسنج روم، دريسنج اريا. ميني بار بيكون بكل غرفه، بيكون في ايرون بورد سيف بوكس. نعم. اذا ما وصلنا للماستر روم، الماستر روم بتكون بالاخير في غرفه ثانيه بتكون توين بيد. هاي وحده، هاي سرير كبير. هاي سرير كبير، هاي سرير منفصلين. بعد مغسلتين لانهم يعني كل غرفه لها متصل بها الحمام بالشاور روم بالدريسنج اريا بتاعتها. وكل الحمامات يعني نفس الشيء صح؟ نفس التصميم. البيداي والتويلت وتصميم بالشاور روم في زي نظام الجرس زي الحمام المغربي. نعم هي. كل فخلال الشاور استراحه او شيء. كل الغرف مطلة على الفاونتين والبرج وعلى دبي مول. الغرفة الماستر طبعا بتكون شيء تاني بالنسبة للمساحة بالنسبة للتصميم. هنا بتكون الماستر روم خاصة بالرويال سويت. طبعا كل غرفة لها سيستم خاص بيها، ان انت ممكن تقفل الغرفة بيكون لها مفتاح خاص داخل الرويال سويت. زي ما حضرتك شايف بيكون في مفتاح خاص، وفي هنا برضه مفتاح خاص داخل الرويال سويت نفسه. يعني كل غرفه بيكون لها سيستم سكيورتي خاص بيها، ان ممكن تقفل الغرفه داخل السويت نفسه. الماستر روم بتتميز ان بيكون فيها لاونج اريا سيبريت عن البيدروم، اتمليتها برضه على دبي على الفاونتين وعلى برج خليفه والاوبرا. الله، هي من اجمل لوكيشن موجوده بالداون تاون، لان من خلالها تقدر تشوف الداون تاون كلها. شيء جميل.
الحين نحن في الصالة. هذه عبيات اللانج اريا الصالة. لانج اريا انزين انزين. وهذه هذا شو هني؟ هنا بيكون الباث روم والدريسنج اريا. ندخل اول شيء. هنا الدريسنج اريا. دي طبعا مصممة على نظام الاوسكار. ده حضرتك اللي هي الميرور الخاصة بالاوسكار تصميمات دريسنج اريا. يا سلام يا سلام. هنا تزود الاضاءة. الله. كل الغرف عندنا بيكون فيها اللي هي هارد بلاي ستيشن، كلها بيكون فيها كوفي ماشين وكل هارد بلاي ستيشن التشويس ما بين تي اند كوفي. يا سلام عمار عمار يا دار الحق. افتح لي الجرين تي هذا سدك شركة بس شركة أيوة ما يبالك لا ما يبالك لا ما يبالك لا لا يختلف اثنان على ذلك. أنا أشياء خاصة بالميني بار الإكويبمنت الخاص فيها في السناكس. يا سلام مختلف بين شوكليت تشيبس وناتس. وهذا الحمام مالهم الحمام طبعا البنيو تصميمه او الباث طب نص بيختلف عن اي غرفه انه هو موجود برا. في هنا تلفزيون بعد هنا التلفزيون هاي رخامه هيك هاي رخامه لا عمار عمار ما اقول لكم كل شيء يختلف ابوي ما شيء ما لها شبيه هالدار ما لها شبيه في الدنيا العودة. هذا البيدي وهذا انا شوف ودي كوره لنفس الرقم هذا نفس الرقم هذا مسوي له خلفيه اللي ورا المسبح بعد هذا كلهن ابوي الخلفيه اللي ورا الباني واللي ورا الرين شاور واللي وراها كلهن نفس الشيء من نفس الروح. ادرس بستاذن باث روس تكون 100% طبيعي لكشري باث روبس. كل اللينن بتكون 100% قطن طبيعي ما فيها اي بوليستر ما فيها اي اضافات مياه. ماستر بيدروم كينج سايز بيد ايوه اطلالة على الداون تاون. الحين عم بشوف هني بشوف هني الاطلالة لو سمحت. شيء اطلاله اخير عن هاي نحن في اي دور الحين دور 13 دور 13 هو كم دور فندق تقدر من الطابق السابع للطابق 13 الطابق 13 يعتبر هو اعلى دور بالفندق. ايوه الليل اطلاله في الطابق تشوف دبي فريم على اليمين هي دبي فريم ما شاء يكون واضح بعد يعني 99% من معالم دبي يكشفها ادرس داون تاون 99% بس باقي البحر صح البحر فيه اطلاله البحر بس بالريزنس والله والله بالريزنس في عندنا اللي هي الريزنس ابارتمنت نعم بالطابق المرتفع ما بتكون بيها بتقدر تشوف البحر منها سبحان الله الفندق بينتهي للطابق 13 بتبدا من السابع لل 13 ومن ال 13 اللي فوق من بعد ال 13 بيكون الريزرف اللي فوق كم دور لحد دور 63 ل 63 اللي فوق هدول كلهن شقق بالضبط فطبعا من خلالها تقدر تشوف البحر. الشقق هاي تحت اداره الفندق ولا في منها تحت اداره الفندق وفي منها ريزرف ملك نعم نعم الله يا سلام يا سلام. هاي اللي فوق ان شاء الله بيفتح بالسنه نفس السنه ممكن بشهر 4 او شهر 5 تابع لنفس الفندق بيكون تابع لمجموعه الادرس بيكون على اي مركب او باخره من الاعلى بيكون فندق وبرضه ريزيدنس في نفس الوقت. يا سلام اضافه جديده الادرس 2019 سبحان الله سبحان الله سبحان الله
كل شيء مميز تلقى طبوية في هالبلاد. يا الله يا رب تحفظها وتحفظ أهلها. نريد حوي بنسير دلوقتي بنطلع على الطابق الثاني الدوبلكس بالنسبة للرويال سويت. الرويال سويت عبارة عن كم غرفة؟ ثلاث غرف. نعم. طابق 13 وبيكون في متواصل مع طابق 14 اللي هي الحين تحت شيء ثلاث غرف. ثلاث غرف. وفوق شو في؟ فوق بتكون اللي هي اللونج اريا اللي هي الصالة الرئيسية استقبال الضيوف. في طريقتين، اما الطريقة تصعد الليفت بالاسانسير طريق السلم. لا خلينا نروح عن طريق السلم. طريق السلم توكل على الله. نحن في أي دور؟ ده الدور 14. نعم. تمام. اللي ظهرنا من الدرج يسيد على هالمكان. من زين. أول ماني على يدنا اليسار. بيكون الحمام. أيون. ده حمام خاص بالطابق 14. نعم. في هنا بنسميها الرويال تيبل. طاولة الملكية. الطاولة الملكية الخاصة بالضيوف. الجناح معد، مطبخ متكامل، طبيعة مساحة الجناح، هذا خاص طاولة خاصة بالدايننج. بعدين بيكون في لاونج اريا، هذا زي الصالة الجلسات. وكل مكان تصميم الجناح في الطابق 14 بيتميز ان ممكن تفصل كل غرفة عن الثانية، تفصل غرفة الدايننج اريا عن اللونج اريا عن البيزنس ميتنج اريا. احنا دلوقتي موجودين باللونج اريا. هذه اللونج اريا. والبيبان هالكبار هاي تسكرن. هذه البيبان تسكر عادي. ايوه. سلايدنج دور. بعدين لو في ميتنج بيزنس ميتنج بنقدر ان احنا نفصل برضو الباب عن بعضه. هذه خاصة بالميتنج بيزنس. نعم. اللونج الثالث خاصة بالميتنج. هنا بيكون في تيرس كبير. تيرس. يا سلام سلام. طبعا ممكن تعمل حفلة بالتيرس هنا. في دار متكامل. في جميع للأكل والشرب والشوي وكل شيء يعني. كل شيء لو حضرتك فيه. هنا طبعاً بتقدر لو حبيت تعمل برايفت داينينج عشاء خاص على في عزومة أو شيء. هو امتداد الرويال سويت بالطابق 14. يعني 13 تابع لل 14. بالضبط. وما في ما في ما في يعني ما فيش قصة تانية او ما فيش نزلات تانيين بالطابق 14. يعني خصوصية. خصوصية بالضبط. فبيعطي حضرتك خصوصية اكتر لو في حفلة او في اي شيء بالتيرس. قاعد حق هذه فان بيتس حق الرويال سويت برضه. اها يعني اللي يبغى يتشمس للتان يتشمس يفتان الرويال. هذا بلات من كبره ما شاء الله السويت. لا لا على ال... هذا ما في سويت كبر نفس هالحجم في العالم يعني. ما ظني شيء سويت كبره على كل امتداد. طبعا نطلع له هنا برضه تقدر تشوف الاولد سيتي. هنا نطلع على البلوفوار. ايوه محمد راشد الاولد سيتي دي بنسميها سيتي فيو سوق البحر. وهل الغرف اللي من هناك شو هناك؟ هذه تبع الفندق. ها الغرف تبع الفندق. فيو ولا أروع منظر في منتهى الروعة. فكرة تشوفوني يعني رمستي ما حب مدروسة 100%. شو السبب؟ من الذهول. من الذهول حد يشوف هالشيء ويعرف انه في هالمكان ويروم يرمس
لو حد من غير حتى حرف واحد ما رام يرمس المنطقة اللي تشوفونه نشوف، ولا حتى في الأحلام حتى لو حد يحلم ما بيصدق عمره إنه جالس يشوف هالشيء الجميل اللي في قمة في الروعة. سبحانك يا رب. ما خليت فندق في الدنيا العودة، لفيت الهند والسند، ما خليت بلاد يعد ويذكر من نيويورك لين كل الدنيا العودة. لا تقولوا لي شيء ترتيب أو شيء تنسيق أو شيء خيالي مثل اللي أنا أرويكم الحين هي، مستحيل. لا فيو ولا منظر ولا طبيعة ولا جو ولا خضار ولا شكل ولا كل شيء منسق الحين هذا دبيمون كامل كامل، هذا كل دبيمون. وهذا خاصة دبي مول للمنطقة اللي اسمها الفلج. أنا أشوفها من داخل أول مرة أشوفها من برا يعني. أيوة. وهالمباني؟ المباني ديت ثلاثة مباني أدرس فاونتين فيو. ديت أدرس فاونتين فيو ده مجموعة خاصة بعمار، فنادق عمار. إن شاء الله ننتظرها 2019 عن الآن. الحين. ما شاء الله. هاب شو تتابع العمار؟ شو أساميها؟ أدرس كاونتين فيو. ماشي. بعد تبعد أدرس. تبع الأدرس. الله. هي بتكون إطلالة. هي لأن هي على في ظهر الفاي. هي في فندق أدرس بالعنوان. بظهر من الفندق. بظهر ظهرت من الفندق. كيف أوصل لدبي مول؟ وين؟ وين؟ هذا اللي تحت؟ اللي تحت. إيه. هذا حين من اللوبي مال الفندق. من اللوبي تواصل مع مع دبي مول المباشر. بيوصل حدك لمنطقة اللي القرية ذا فيليج. نعم. وبعدين بيجي على اليسار كله بعد المدخل دبي مول. أيوة. منو اللي رتب هالدنيا هذا يا أبوكم؟ هل إنها كيف يعني استوى هالتخطيط؟ كيف هالترتيب؟ يعني هذا شيء بخبركم لو حتى حد جالس يحلم ما يروم يسوي هذا الشيء كله. نسف هذا كم تعبوا بالدراسة. ما شاء الله عليكم يا عمار. عمار من ظهر هالاسم وكتبه وسجله وسطر عمل تسطر ليكون اسم اسطورة. هذا اسطورة الزمان والمكان والعالم. شفتوا هذا اللي يقول لك حلم أو من أحلام أو قصص ألف ليل وليلة، هاي هي حين اللي أنا أشوفها. هاي بوي قصص ألف ليل وليلة، هاي اللي تشوفونها. هاي بوي من أحلام اليقظة، هاي اللي أنا فيها حين. هاي يسمونها أحلام اليقظة. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لا تقولون ما قلت لكم، لا تقولون ما قلت لكم. Do not say I didn't told you. إنزين اليوم ما بخلي شيء في الدنيا العود ما بصوره، لأن هذا أبوي بتقولوا هذا أبوي مفجوع، هين عم مفجوع ما شاف خير. نعم بالنسبة هذا هالنمونة ما شفت أكذب ما روم. إني أنا أقول شفت هالنمونة في الدنيا العود ما روم أكذب، أصلاً ما تروم تقاوم. اليوم الداتا اللي عندكم أبوي حطه في بالكم إنها بتوجف بتعبر كلها. ليه أبوي ما عنده داتا ياخذ داتا؟ لا تقولوا ما قد هذا كله بيتصور. اليوم هيلة بيس شرخ تصوير برويكم الدنيا هذه كلها ليتلظ ليه ما تشوفون إلا في التلفزيون. اليوم برويكم أبوي لايف حي بتشوفون العالم أمة لا إله إلا الله. بتازم الدنيا أبوي تنغش تنغش تحت. هاي أبوي يوم يقولك دانت الدنيا، دانت الدنيا دبي، دانت الدنيا عمار يا دبي يا دار الحي. يا حافظ عليك يا دبي، يا سلام عليك يا عمار. حطوا في بالكم شوف المنظر، مرمى هدف. وين ما تصد عمار، وين ما تصد عمار، يعلى الدار كلها عمار مثل ما هي عمار الحين، ان يزيدها عمار في عمار. وين ما تصد عمار، شرق غرب فوق فوق كل شيء بتلقى مرزوز اسمك انت يا عمار. يا الله يا رب تحفظ هالدار وعمار ومن سكن في هالدار، وتخليها دوم عمار في عمار في عمار في عمار على طولة عمر ان شاء الله مع عزيبنا كلهم الذكور والإناث. يا الله يا رب تحفظ هالدار حكومة وشعبا، وتحفظ من عمرها وأمر بتعميرها وأسسها وتغفر إن شاء الله.
لاموات لاموات المسلمين اجمعين وتغفر للاولي والتالي. انا من استويت اصور ما تزخيت تليفوني بيدي الهنتين تزخيت تليفوني بيدي الهنتين من مبرغابة يسمونه شغف يعني من الأناسة ومن يا الله يا رب لا يحرمني من هالأناسة ولا يحرمكم إن شاء الله من هالشيء الزين. يا الله يا رب يا الله يا رب تحفظ الدار يا رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. لو أبوي الفندق ذا أدرس العنوان 5 لـ1 ولا بـ2 هذا اللي أنا فيه الحين بحط لكم عنوانه. هب التحرر الشرق ولا غرب هذا مرة مشاهد برج خليفة مشاهد أبوي مشاهد برج خليفة مرة في الوي لا تصير لا شرق ولا غرب لأنهن خمسة وكل واحد أخير عن الثاني أخير. هذا هو اللي أبوي وقع عليه الاختيار. هذا الطويل اللي تشوفونه هذا أدرس بوليفار وهذا اللي عداله هذا التحرى واحد لابس بشت هذا أدرس بوليفار شفتوا أبدا قاصرن بس سفرة وعقال هذا البشت من اللي تشوفه تحت فوق قاصرن بس يلبس سفرة وعقال سبحانك يا رب. البحار هذا اللي تعرفون فيه بيميع المحلات وفي بعد يميع المطاعم تساير لهن كل هنا أنا متلنهن مرة ما خليت بقعة. باشا كم وزنك أنت؟ 55. يا ربي ما ضعفك. لكن ما عليك أبوي يقولون السم في الغيلان والشحم في الثيران. والله تفهمت شو المعنى؟ يعني السم الغول اللي هو الحنش قدمه هو رفيع هو السام القوي ولا الثور هاك المتين طوله طول وعرض عرض ها ما وراه فايده هذا الشحم ريج. زين نحن شو برنامجنا اليوم؟ عشانا وين؟ العشاء ان شاء الله يكون في زيته. وين زيته؟ زيته المطعم هذا؟ بالضبط هذا هو ده هذا ايوه ده جابانيز وسي فود ريستورانت هذا مطعم ياباني جابانيز ريستورانت عباره عن سي فود؟ سي فود وساشيمي وسوشي وبرضه في كل جابانيز فود هو هذا جدول مالنا صح؟ جدولنا مال 3 أيام زين العشاء الساعة كم؟ الساعة 8:30 في المطعم هذا 8:30 وخلاف عقب 8:30 وين بنسير؟ بعد 8:30 إن شاء الله بطلع على الطابق 63 هي بتكونوا ب في هذا تكمل؟ 63 حتى ريجي نشف دور كم؟ الدور 63 شو في هناك؟ في نيوز ده عبارة عن لاونج زين بمديات بانوراميك فيو اطلاله بانوراميه من الساعه كم بنكون هناك؟ الساعه 10 مساء ان شاء الله بنكون الساعه 10 الساعه 10 نقعد كم؟ اللي رايح حضرتك بقى معاك الاثنين بالليل. نحن الحين في الدور هالتراس مال اللي في الدور ال 14 زين وهالي تحتنا؟ نعم في اللي هو سيجنتشر سبا اها ده بيتميز انه بيكون في جاكوزي بالتيرس ايوه تمام وده بيكون تو بيدروم غرفتين نعم وفي سيجنتشر اكزيكتيف سويت اللي تحته بالضبط ده سبا فاونتين انزين سيجنتشر سبا فاونتين سويت ده بمساحه التيرس بتاعته تكون كبيره جدا بيكون في جاكوزي في التيرس مبين هنا تحت ايه تمام وبيكون في سان بيد ولاونج هاي نقدر نحن نزورها؟ هل ان بنقدر نزورها؟ نزورها ان شاء الله بنقدر نعمل حضرتك شو الراوند فيها في حال ان البيتش محجوز اليوم نعمل حضرتك شو ان شاء الله ما يكون حد ان شاء الله عسى. في عندنا برضو الكلاب لاونج الموجوده تحت خالص بالطابق السابع ديت اللي اخر حاجه اللي فيها الشمسيات هي نعم ديت الفي اي ديت الفي اي بي لاونج او الكلاب لاونج او الاكزيكتيف لاونج الخاصه بالكلاب رومز والبلاتينيوم ممبرز يعني اللي ساكنين عندكم اللي عندهم الممبرز وال الممبرشيب لما يكون بتوصل للبلاتينيوم بيكون لي اكسس على اللاونج ولما بتحجز كلاب روم او سويت روم بيكون لحضرتك اكسس على اللاونج تقدر تيجي هناك المكان هذا بالضبط يعني اي ناس من برا ما يرومون يجون المكان هذا لا من برا لا او من سكان الفندق وما عندهم خاصيه الاكسس على اللاونج ما برضه يكونوا عندهم لكن المطعم كل حد الناس تقدر المطعم كل الناس تقدر تخش
المطعم اللي بيه بالمطعم روحي له مدخله وله لي في الطابق الخامس اللي مدخل خاص بي من ناحيه السوين بول. نعم. ومن ناحيه اللاونج. ايوه هذا المطعم اللي نحن اليوم بتعشى فيه ان شاء الله. ان شاء الله. وليد وليد نحن حبيب بنسير بنروح على السبا الساعه كم موعد الساعه 4 الموعد ان شاء الله. رويال حمام. رويال حمام. رويال حمام التريتمنت بيكون رويال حمام. يلا اسالي. نحن بنسوي التشيكن. ريجستريشن. تبون الهويات؟ نبغى الهويات للتسجيل مالنا نحن كلنا. بالضبط. نحن اربعة انفار. كل المكونين ان شاء الله. ان شاء الله حاضر. الحين ضروري الاصل؟ لازم الاصل. بعد ان شاء الله الحين كل عندنا كل زاهد. لكن اثنين من اربعه نحن بعدهم ما وصلوا في الطريق. ما فيش مشكله لما بيوصل ان شاء الله بنقدر نعمل سكان للاي دي الخاصه بي. زين بارك الله. ما تاخذون الصور من عندي؟ ما يستوي. للأسف الصور ما غير مقبولة إنها بتخش على السيستم الخاص بدبي أو السيستم الخاص بالدي تي سي إم. فما بتقدر تعمل على أسكان. هي نفس السيستم مستخدم في المطارات يعني. المطار ما بتقدر تستخدم الآي دي مثلاً صورة من الآي دي. أيوة سبحان الله. هذا خاص لأن الأمن وأمان النزلاء لازم يكون تسجيل كل المقيمين بالفندق. زي. اللي تو قلت الدي تي سي إم. على دائرة السياحة. بالانجليزي دي تي سي ام. ها دي تي سي ام. وبالعربي دائره السياحه. كنت تقول دائره السياحه سين التعود. وليد نحن الحين بنجلس ليلتين. ليلتين تخبرنا عن البرنامج من اولي لين اخره من الحين. تمام ان شاء الله بنام بعد التشيك اند دلوقتي للريجستريشن. نعم. بعد التشيك اند في عند حضرتك تريتمنت بالسبا رويال حمام. نعم. تمام. بعد الرويال حمام بيكون في عند حضرتك العشاء اللي هو الساعة زيتا مطعم زيتا المطعم السي فود بيكون الساعة 8:30. نعم. تمام. بعد العشاء ان شاء الله بيكون في على الطابق 63 على اللونج. نعم. على الفاونتين بتشوف البرزنتيشن الخاص بالفاونتين. نعم. بيكون الساعة 10. نعم. وبعدين في تور بتكون على دبي مول يعني حضرتك بتروح على دبي مول من بعد الساعة 10. من بعد الساعة 10. بعد الساعة 10. يعني قبل الساعة 10 ما اصير بقعة. ما اقولكم مكفت اليوم اسمحوا لي عاد. زين من بعد الساعة 10 نصير دبي مول ونتمشى لين بسنا صح؟ بالنسبة وليد من بعد الساعة 10 مثل ما اتفقنا نحن في دبي مول. بالضبط. بنتمشى على هوانا ولا حد ما يمكن بيكون عدل؟ لا بتكون مع بتكون تمشى على هوا حضرتك يعني دي الساعة بتكون فيها مع يعني بتنزل دبي مول لوحدك. انزين وعقب بني نرقد بكره الصبح ريوقنا في وين؟ بكره الصبح بيكون الريوق حضرتك في المطعم الرئيسي في ذا ريستورانت بالطابق السادس بيكون ما بين الساعة 9 الصباح ل 12 الظهر. نعم هذا زين الحمد لله. تعرف في في فنادق في العالم يقول لك والله الريوق من الساعة 6 الصبح لين الساعة 9:30 10 بالكثير. فندق ذا ادرس الفندق العنوان لين الساعة 12 مستحيل تلقط اي مطعم في مكان الريوق في فنادق خمس نجوم يعطيك ليل الساعة 12 استحالة. زين وخلاف وإن شاء الله الساعة 1 بتكون بمقابلة السيد مأمون اللي هو المدير الخاص بالريزيدنس. المقابلة تكون على المين ريسبشن على الاستقبال الرئيسي مطرح ما دخلنا اليوم. مطرح وين الألوان الحلوة هاي الفوشي والزهري الله. زين بياخد حضرتك بالهوتل تور الساعة 1:30 من 1:30 من الساعة 1:30 بعد الظهر. نعم. بيروح حضرتك هوتل تور على مستوى الفندق كله وبيور حضرتك برضه ريزنس الطابق المرتفعة اللي هي الشوك الفندقية اللي تبع تبع الادرس تبع الفندق برضه بتكون من متواصلة من الطابق ال 14 للطابق ال 60 هذا تبع الادرس. انت تبع الادرس تبع الهوتل نقدر نشوفه صح؟ ان شاء الله بكره ان شاء الله بيور حضرتك الشوك بتقدر تشوف اطلالة مميزة للداون تاون من الطابق المرتفع. انزين والستاندر رومز كيف نقدر نشوف ستاندرد رومز في اي وقت حضرتك بتكون عندك وقت فاضي بقدر اوريها لحضرتك. والسويتات الثانيه انواع من السويتات ما فيش مشكله بقدر نعمل حضرتك ننام حضرتك شو الراوند. انت خبر الاستاذ مأمون يراوينا اياهم بكره مره عن مرتين. انا بخبره انه يوري حضرتك جميع انواع الغرف والسويتس. الافترنون تي وين؟ اي دور؟ الافترنون تي في عندنا اللوبي لاونج باللوبي بتقدم الافترنون تي وان شاء الله. هل هو شيء مميز؟ شيء مميز جدا خاص بالعائلات. في عندنا سيلكشن اختيار مميز جدا للسويتس للحلويات والكيك
واختيار مميز جدا للعصائر والانواع الشاي اللي بتتقدم. وان شاء الله عند حضرتك بكره دعوه للافترنون تي بالطابق. ليش ما قلت عن هالموضوع من اول ما جيت؟ خليتني لين اسالك. هذه تكون مفاجاه لحضرتك. ما انا خليت ترى خلي شيء مفاجاه. انا ما خلي شيء لحضرتك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. وليد. نعم. انا ما اعتقد برد بيتنا من بعد هالمكان. مستحيل مستحيل اني اسير البيت يعني. خلاص ان شاء الله بتكون معنا دائما يعني. انا ابو الله يعين. بتكون معنا دائما. ايوه كان مكان وجود حضرتك. هاي مكان ابوك غير ما ودك تظهر. ابوك ما بمال ترى يوم ولا بمال يومين. ابوي تي وتعزب مره. تعزب تجلس تجلس. هذا انا اتوقع ابوي هذا حق عرسان بتي العروس. وهني هاي الربيعات اللي وياها اللي يسحنها ويلبسنها وما ادري شو اظني شيء ما ادري مبلغ شيء مناسب تستاهل السكن في هالمكان يا ابوكم. حش شيء يا ابوكم حش كاني ياسي في الف ليله وليله. في اي دور حاليا؟ الدور السادس. زين وهذا حينه مدخل السبا. مدخل السبا والفتنس سنتر. فتنس سنتر. ايوه في التشينجينج روم هنا اللي على اليسار. هاي الحمام سنتر بيكون على اليسار. نقدر ندخل فيه؟ فاتح بيكون مفتوح 24 اورز. لكن نقدر ندخل نقدر نصور؟ دخلنا الجيم لكن مستحيل اني اقدر اصور لانه شيء ناس يتمرنون من باب الخصوصية انك ما تقدر تصور. من باب الخصوصية ما تقدر تصور. جيم يكاد ان يكون من اكبر الجيمات اللي شفتهم يعني يعد نفس الجيمات اللي برا. عادة الجيم اللي يكون في الفندق يكون وايد صغيروني. هذا هيوج هيوج معداته من المعدات اللي مثل ما يقولون لولايتية مش المعدات البسيطة. المواد اللي ولا المعدات اللي عندهم من تكنو جيم. تكنو جيم هاي عادة هاي روحها أسطورة. تكنو جيم هاي معداتهم إيطالية. تكنو جيم شركة إيطالية يعني أحدث الأجهزة اللي توجد في الدنيا العودة كلها من تكنو جيم. هن اللي هيفي ديوتي وعمليات والشغل اللي يديه الجهاز الواحد هذا مثلا شو الجهاز واحد هذا يؤدي جميع انواع التمارين. يعني ما يحتاج تاخذ 100 جهاز من جهاز واحد تقدر تاخذ كل شيء. هذا من المفاجآت اللي بتكون لايطاليا ان شاء الله. يعني كم يوم رمى السنه هاي يعني من احدث الاشياء وفي اشياء جديده واشياء جميله وايد لا تعد ولا تحصى. ان شاء الله بتشوفون كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد وينفع الناس وينفع البشر والبشرية. سامحونا. وليد باشا ما حضرك وين بنسير؟ دلوقتي بنسير على الفتنس سنتر تسبا. هذا هالسبا مالهم تسبا ادرس داون تاون. من يقدر يفيدنا بمعلومات؟ هل في حد داخل يقدر يفهمنا؟ في الريسبشن وفي السبا ثيرابيست بيقدروا يفيدوا حضرتك كل المعلومات وكل التريتمنت. في السبا برودكت منتجات ممكن حضرتك تشتريها خاصة بالسبا. سبا ريسبشن. ايوه وهذا اللوبي مالهم. الاستراحة. او الاستقبال. Good afternoon. Please enjoy your welcome drink. Thank you. عبارة عن شو؟ Thank you very much. And then you have cold towels just to freshen up. Thank you. السلام عليكم. Good afternoon. عليكم السلام. كيف حالك؟ مرحبا الحمد لله. حياك الله. الحين شو عندكم هاي؟ شو اللي بتعطينا اياه؟ اوكي سو هاي الاستمارة الصحية هاي علشان نقدر نعرف لو في عندك اي health condition لو في عندك اي حساسية علشان نقدم لك افضل التريتمنت that will suit your require. ان شاء الله. ان شاء الله. سو هاي الاستمارة. ما قلت لي؟
انا رمزي ثيرابيست راح اكون يور ثيرابيست فور زين رمزي ريفرشر جوس اي واحد بيكون عنده تريتمنت لازم يشربه قبل التريتمنت علشان يعمل ريفرش ما بتخبرونا شو الخلطه هذه هاي الخلطه فيها الخيار فيها الليمون وفيها النعناع سمعوا يا من حضر والله يا ابوكم يلي ما كتب هالخطه ين غلطان من حبل مشى يا ابوكم شيء عجبه شو مره ثانيه هاي فيها الخيار والليمون والنعناع الله شيء يعني شو بقول لكم ما شاء الله عليك من هل وحالك دردعته الحمد لله وش دردعته انا قلت بي يا حبيب النبي والله يا ابوكم ين عجبه لا تنسون خيار ولومي ونعناع صح شيء عجبه يا ابوك اخر شيء بحياتي كنت اتوقع اني بي يوم اشرب عصير خيار يمكن تسمع اكل خيار انا الخيار من الاساس حتى الاكل ما اكله يا الوقت اللي اشرب فيه عصير خيار لا ويعيبني هذا روح عجبه وفي سكر صح اي في سكر هي والله شويه هي والله خيار ونعناع وليمون هاي منو مخترع هالخلطه هاي خلطة سحرية تبع الصفة تبعنا علشان لما تشرب الدرينك تبعنا ترجع لنا مرة ثانية إن شاء الله الله يسلمك رمزي شو السبا معكم عبارة عن شو هي our signature spa the spa at the address downtown so we are you can say we are one of the best spas in UAE so you will experience today our treatment you will see our facilities we do have a steam room we do have sauna we do have a very nice hammam also which you will have it today so it's very oriental and Moroccan bath so we are using also Maroc brand is one of the best in the world the brands it's a French brand but the ingredients it's from Morocco so that's why we call the brand شو قلت لي اسمك شو اسمك رمزي رمزي عيد الكلام اللي قلته كله بالعربي بالعربي اوكي سو اليوم ان شاء الله راح تعملوا تريتمنت اسمه الحمام المغربي سو هاي الحمام اوكي سو اليوم ان شاء الله راح نعمل الحمام المغربي هاي اختصاصنا في عندنا مكان very original يعني special للحمام المغربي هي غرفة راح تكون مليانة بالبخار راح نستعمل برودكت اسمه ماروك هاي البرودكت أصله فرنسي بس المواد اللي مستعملة فيه من المغرب so, المواد المستعملة 100% من المغرب زي هاي مواد طبيعية يعني في نعمل الصابون الأخضر ومصنوع بالزيتون بنستعمل كمان الأرجن أويل اللي معروف في المغرب كله نعم معروف طويل. معروف سو هاي المين أنجلين هي المكون الأساسي لكل البرودكت اللي راح نستعملها اليوم إن شاء الله إن شاء الله زي تاخذ ابنك تور داخل ال اي اكيد على راح افرجيكم السبا والفاسيليتيز والغرف المساج راح يعجبك ان شاء الله شكرا بارك الله فيك بندخل المدخل مال السبا تفضل اوكي السبا عباره عن شو داخل كم السبا هي النادي الصحي تبع السبا ادرس يعني هنا راح نبلش من هنا ندخل على المكان اللي فيه الخزائن اللوكرز اول شيء اللوكرز اول شيء اللوكرز نعم تفضل طب من هنا على اليمين بتشوف اللوكرز فين هلا لما تفتح اللوكر راح تلاقي فيه كل الامينيتيز اللي تحتاجها سو اول شيء راح تلاقي الباثروم راح تلاقي التاولز وفي الديسبونسبل اندروير الملابس الداخليه وفي كمان السليبرز هاي اللي تحتاجه علشان لكل شخص لكل شخص وفيه هاي الغرفه التغيير غرفه التغيير نعم بالضبط نعم البدايه سو هذه غرفه البخار هاي اول شيء بلش فيه البخار نعم ومن هنا كمان في عن الاكسبيرينس شاور راح اجرب لك وان اوف ذا اوبشنز هاي التروبيكال يعني لما افتح الشاور راح يكون في ميه بالبريشر راح تكون مثل السحب والرعد يعني الساونا كمان هاي الساونا هاي الساونا على فكره هاي ابوك ما رمت اخلي لكم اياها وايد هذا مليون لون ينزل من فوق مليون صوت مليون قوه ومليون شيء تماتيك لازم روحه يبند من يدقونه ما يبند لين روحه ياخذ عده الوان بنفسجي واخضر واصفر واحمر ولا لا 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 وعوده وعده اتجاهات ان دخلت اصور بيخرسني انا وتليفوني
في قاعدة الاستراحة هاي بعد التريتمنت ولا بعد ما تكمل تستعمل الفاسيلتيز فيك ترتاح هون. ايوه سو هاي والمكان اللي ترتاح فيه ومن هنا كمان في الفاسيلتيز يعني فيك تشرب شاي في تمر في دراي ابل بعد تمر حتى هني راح جينا لين بحر يوز التمر اي والله يمسحوح واليوز يا ربي حرس روم يعني غرفة الاستراحة على فكرة شيء شبريني على يساري ما رمت أصور لأن شيء رجالي على السن سوري فور ديزيربينج يو ثانك يو. من هاي المدخل بنروح على السبا فين موجودة غرف المساج من هنا لو سمحت تفضل كم غرفة هاي الحين المساج الرجال يسوون حق الحريم ولا الحريم يسوون للرجال هنا الرجال بيسوون للرجال والحريم بيسوون للحريم يعني كل واحد لحاله الرجال شو جنسيتهم والحريم شو جنسيتهم؟ في من تونس وفي من الهند وفي من تايلاند. هذا حق الرجال. حق الرجال. والحريم؟ الحريم في من تايلاند وفي من إندونيسيا وفي من جنوب أفريقيا هاي اللي موجودين حل. هاي غرفة. هاي. فمن هنا بنبلش أول غرفة مساج. هاي غرفة المساج. أو هاي غرفة المساج. يا غرفة المساج أخير حتى عن غرفتي. سو هي لما يكون في النهار لانه بتكون مضويه برا ما بنفتح الستاره بس في الليل بنفتح الستاره هاي فيها احسن فيو في الداون تاون الله يعني بتشوف الشو تبع الفاونتن وبتشوف كمان برج خليفه في الليل بيكون هاي الكارتن مفتوح بتكون فيري نايس فيو يعني الله عادة في غرف فسونة اللي من غير يطول لك غرف المساج يطول لك فود ويحطون هيك في النصيف هاي لاب ويوم خدوم روحه هلال ونيمة شرعت مال تونس نجمة تونس شو بقولكم يا رب ندوكم يا ربي ما زينك يا العز ما زينك يا العز ما زينك اللي هو الحمام الحمام المغربي سو هاي المكان اللي بنسوي فيه الحمام المغربي سو من هنا بندخل على غرفه البخار اول شيء غرفه البخار سو هاي غرفه البخار هي ترفع الشخصين لما يكونوا يعني كابل فيهم يعملوا في نفس الوقت مع بعض ويكون واحد لحاله كمان ممكن يعمل في لحاله في نفس الغرفه سو هاي يعني التسجيل مثل ريال وحرمته نعم اي رجع له هي بالضبط سو هاي المكان بس نفتح البخار من هنا لما تكون في ريجن يعني هاي المكان بيتعبى كله بخار هي هي يعني ونفس الديكورات الاسقف الحمامات البلدي القديمه الله مثل ما تشوف المغرب ايوه سو من هنا بعد ما نخلص بنروح على مكان الاستراحه بعد الحمام هنا المكان الخاص بأي واحد لما نخلص الحمام المغربي هاي المكان اللي بتريح فيه وبتشرب شاي هاي سو لما يكون عندك تريتمنت هاي كله يكون محجوز علشانك ما يدخل حد بيكون مكان خاص لإلك بس سو بعد الحمام بتريح هنا بتشرب الشاي في نفس الأمينيتي هذا من بعد الحمام المغربي بعد الحمام المغربي يعني اللي يحجز حق الحمام المغربي غير عن اللي يحجز حق السبا حق السبا هاي راح تكون هاي المكان كله محجوز له يعني لشخص واحد لشخص واحد سو بعد ما تخلص الحمام هنا مكان الشاور هنا مكان تغيير الملابس كمان في اللوكرز نفس الشيء ايوه سو هاي المكان كله يكون لحاله وحشو بتراويلنا هلا راح نروح على اور سيجنتشر روم هاي السيجنتشر روم المكان اللي بنعمل فيه مساج للكابلز يعني لما تكون معك حرمتك فيك تيجي تعمل مساج في نفس الغرفه سو هاي اور سيجنتشر سويت تفضل سو هاي المكان كمان لما تحجز اي مساج بيكون محجوز علشانكم بس ما يدخل عنكم هاي كله يكون لكم سو من هنا لما تدخل من هنا بيكون عندك ال المكان اللي بتاخد فيه الشاور بيكون عندك كمان الباثروب والسليبرز والديسبونسبل اندروير في كمان الشاور من هنا فهي المكان كله يكون محجوز علشان اي واحد بيكون عنده كابل تريتمنت في الاور سيجنتشر روم الله
كمان هاي الغرفة في الليل بتكون في منظر جميل كمان. So أي treatment هنا عنا بنبلش بالفود باث ريتشوال. نعم. هاي طقوس التنظيف. So هاي الطقوس المساج عنا أي مساج قبل ما نبلش بنعمل ريفريشر للفيت. So راح نستعمل زيوت طبيعية. نستعمل زيوت طبيعية راح يكون مليان بالمية الدافية. نعم. وكمان راح نستعمل الملح. So هاي الملح علشان يريح الرجلين. وبعدين تبتدوا المساج. وبعدين نبلش المساج. الله. فمن هنا كمان في الليل بيكون في ستارة تكون مفتوحة. راح يكون في. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام كل تماتي كل إيه يا حافظ يا حبيب. سو من هنا لو حبيت تخرج على برا كمان يكون في فيو على البول. يا سلام. يا ربي ما زينك يا العز ما زينك يا العز ما زينك أبوي عادل بي حرمت أبوي ظاهر من الأربعين حرمت ظاهر من الأربعين جايبت الوليد ولا بنيه يبي يسوي لها جائزة يجيبها هالمكان يخليون أبوي وليدهم ولا بنيتهم قريب الفالنتاين ولا أعمل برنامج علشان يجي يجيب حرمته ولا حبيبته بعد حبيبتك أكيد زوجتك بتكون حبيبتك زوجتك مو حبيبتك إيه والله زغت أنا تحريت شيء غير والله بتجيب زوجتك ولا حبيبتك وتفضل هنا بتعمل زوجتك كل اللي هي حبيبتك يعني أي أكيد إيه زوجة هي الحبيبة كل واحد في عنده حبيبة واحدة إيه والله والله مكان فنان هذا والله اللي الله يرزقه وليد ولا بنيه يسوي هدية حرمته إني يبها هالسبال فنان أول بادي بيت تبوي كلتين في فوق في هالسويت اللي نحس كأنه فيه وعقب أبويه يجيب هالسبا هذا يصور ظفورها والمال وتنظيف البشرة والأظافر البديكير والمانيكير وسوى الرأس وكل أبوي عندهم شو اسمه قثري رمزي شكرا استاذ رمزي بارك الله فيك بارك الله نحن ابوي بسوي لنا موعد ان شاء الله بكره اكيد ان شاء الله بنسوي لكم موعد سوون ويانا بكره ما نسوي لنا موعد بكره مليك شوف شو قلت لي اسمك رمزي مستحيل ابوي اني انا اقدر ادخل واطلع بدون ما يكون معي قايد لازم حد يرويني الطريق متاهه المكان متاهه وين تطلع وين تدخل وين تسير وين تجي ها متاهة يعني لازم حد يوديك ويجيبك أكيد إحنا موجودين. Thank you girls. Thank you madam. Thank you and nice to meet you. Thank you for inviting us to this famous place. شكرا يعيشك 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 شكرا شكرا جزيلا. اسمه صعب هو هذا الرجال اسمه رمزي. يا سلام سد الله ما زينك يا العز والله يا العز روح ماشي شراته في اي دور حاليا احنا بالدور الثالث حاليا اللي هو السبا واللوبي في اي دور واللوبي بالطابق الخامس باللوبي ليفل فيها اللونج انزين وحين من الحين خلاص ما عندنا اي شيء لين الساعة 8:30 في فندق العشاء في المطعم شو اسم المطعم زيتا المطعم اللي هو المطعم السيفود جابانيز ريستورانت بيكون عشانا في المطعم ان شاء الله الياباني اللي في الدور باللوبي اللي في نفس اللوبي والله ايوه على المسبح على الفاونتين اخي اكبر علبايه زين يلا شكرا يا وليد شكرا لحضرتك يا حلوي انت يا حلوكن ما شاء لا ايوه لا ما يبى مطاعم جواتي نفاد لا حول لا قوه لا حول لا قوه هروع الكويت ما شاء فرفل لك كل الاحترام والتقدير على هاللون لك ابوي كل الاحترام والتقدير انت شويه علي مسوري يعني مش ما لك من لا والله فرفل انت بعد كل كرم طقمات ما شاء الله انت غالي وعزيز ومديره عزيزه يعني الله يحفظك شوف قبل المطار قلت ضروري يا علي ما دب حزنك بس قلت الله لازم اسلم عليك عيزاك الله خير حلو سلمنا على صلاح وايد يبلغ الله يسلمك وهاي هالبنيه بني انا
اختي. والله وانتي؟ انا اخذتها بعد. ما شاء الله عليك معرساته؟ لا على وشك. ضروري تعزمني. لازم. بيك والله يعنيك اللي الكويت. الله يحفظكم مشكورات. الله يحفظكم الماي. الله يحفظكم. في مال الله. شكرا شكرا جزيلا. الله يحفظكم. مع السلامة. يا مرحبا يا ابو محمد. صباح الخير. ايش رايك بخدمتنا؟ قدر الضغط الكهربائي. حط كل شيء على كل شيء. وكلنا خدامك يا البرمة. الريال منا والحرمة. لا ما بصبر ويوكن. لا بس تخرس. هي بس سخن. ابوي بعدها وحليه متابعات من هالكويت يا ياتي سلما. وخذنا سلام وكان يترين. انت بعد ما تبين يظهر وجهك ما بطايحات. يا ربي يلا يعلكم يلا الله يحفظكم مشكورات علي. وخطوه عزيز وفرحت بشوفكن والله يحفظكم. خلصنا اجتماعاتنا وخلصنا رمساتنا وخلصنا ابوي تقهوياتنا تقهوينا وسولفنا ورمسنا ويا العرب كلها. وشفت الناس اللي جايين من شرق ومغرب واستانسنا. وحد منهم ما رضوا يصورون قال نحن ما نبي نظهر في السناب العام. صورنا بس وين اللفت؟ وين اللفت؟ ايوه صورنا بس في سنابات تنهن. وبس وحين سايرين بنريح شويونه بنصلي بنتريى ابراهيم ومحمد من يجونا بنشتد بيوصلون قوم محمد بنريح شوي بنسولف وياهم ان شاء الله الساعه 8 ونص 8 ونص ولا 9 8 ونص موعدنا على العشاء و بنسولف خلاص بنصور الحين بعد بنفوق ان شاء الله. ما رمت قبل ما اصور هالمنظر. ما رمت والله يا ابوك ما رمت. ولكم يا علاج في زود يا عمار وانت عمار وعمار يا دبي عمار يا دار الحي عمار يا الزين عمار يا عمار عمار يا عمار تلومونهم اللي بالمتيه بدي معيد. ها شوف العالم شوف العالم تلومونهم. لا والله من يلومكم لا والله من يلومكم ابوي في حب هالدار واهلها. لا والله من يلومكم. بياض الويه ما قصرتوا يا عمار ما قصرتوا يا عمار على هالعمار ما قصرتوا يا عمار على هالعمار. ويتنا بعد يميع الصور توها مال عمار من اسطنبول.
جميع البنايات ترى هناك كلهن عليهن اعمار ما ادري منهم. مستحيل بعد ما اصور لكم هالشيء، مستحيل مستحيل، ما يليج في العقل ما اصور لكم اضاءه اطول برج في العالم. كيف ما شاء الله عليك يا عمار، شو مسويه؟ لا اله الا الله. نعم 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 على حلة. الاسم روحه يزيق هيبة تزيق، الاسم روحه لهيبة، هيبة ملك، هاي يقولون اسم لهيبة ملك. هذا هو اللي تشوفون هالانجازات كلها وين ما تصدون في كل العالم، كل العالم بوي كاتبه اعمار اكيد لهيبة في كل العالم، صيت وسمعة وجودة وشهرة وسرعة انجاز ويعني شو بقولكم. يعجز اللسان يعجز اللسان يعجز اللسان. محمد ابو محمد ابراهيم لبيه. تعال ياي، العرب كلهم يسالون يقول وين ابراهيم وين ابراهيم. الله عليهم الف عافيه يا رب العالمين. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله والله محمد. مليون مرحبا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رقم واحد يا سلام سلم. والله ورا الصوره رقم واحد. شوف ابراهيم ما شاء الله. اي والله وايد حلو. حاب اسوي لها كابتشر بعد شوي حق وراك البرج، شيء جميل. ابراهيم داون تاون. اي والله. يا الله عاده. عارف الغرور؟ انزين ودر عنك. محمد السويدي يا تو واصل من ابو الحبيبه من ساعه؟ تو واصل انا. مو متى؟ الساعه كم الحين؟ الساعة 7 واصل. خاطري أصدق والله العظيم أنه واصل الساعة 7. تاكل على الرياض تحت في اللوك. يلا يلا غايته. شو اسمه المكان اللي احنا سايرين الحين ابراهيم؟ المطعم. مطعم زيتا. ما سي فود. مطعم زيتا. شو اسمه ابراهيم؟ ابراهيم؟ زيتا. زيتا؟ اسم المطعم شو بالضبط؟ اسمه زيتا. زيتا؟ أيوه. اوكي. في الدور؟ الارضي اللي مال الريسبشن. مكان بيعيبك ان شاء الله ابراهيم. شو هالابتسامه المتن. مطعم ترى على فكره له مخرج من اللوبي يخطف بك على هاي الحديقه. ها خط في هالحديقه يوديك لين المطعم. المطعم هذا شو حين اول شيء اللي عدينا عليه هذا شو؟ ستيك هاوس. ستيك هاوس. وهذا جاليارد تركي. هذا مطعم تركي. ايوه. شو فيه؟ عندهم لايف كوكينج لايف ميوزك. والله في جلسه برا وفي شيشه. في شيشه بعد؟ اه خاري في على هو الطل. شيء جميل والله. وعندهم لايف ميوزك زي ما حضرتك شايف في تعزف كمان. ايوه. مطعم اسمه زيتا وهذا الطريق اللي يودي له صح؟ ايوه هذا الطريق اللي يدخل. نحن جايين حينه من هذا الطريق. هذا فندقنا. نزلنا من الدور ابو 13 اللي هو هذاك. هاك نحدد قسمنا ليلابج ليتات. هاك قسمنا نحن. نزلنا ابويا في الطريق هذاك خطفنا على مطعم هناك ما يسموه شو اسمه. وعقب ابوي مطعم هذا تركي. ها ونحن نمشي ها سايرين بهالاتجاه. هذا المطعم اللي نحن سايرين عسبه اللي هو مطعم زيتا. زيتا ريستورانت اند لانش. هذا موقعه.
أجمل إطلالة على دبي مول والنافورة الراقصة وعلى برج خليفة. شيء طبيعي هناك على اليمين. شيء من كل جنسية يعني، مش إلا بس إلا عرب، مش إلا أجانب، عرب وأجانب من كل شيء. أول ما توصل يستقبلونك بالعصائر. This is some forbidden fruit sir. Pepsi, 7 Up, watermelon. Say it again. What is this one? Forbidden fruit sir. Huh? Forbidden fruit. Forbidden food. Fruit. Chandigarh. Green apple. Green apple and with a rosemary. Rosemary. Thank you very much. أول ما تبوي عطونك أبوي هاي الفود البارد المثلج. متويهك وتغادي بخير وسهال أمور فرش وتغادي رقم واحد. المكان أكثر من رائع والموقع أروع. هناك بين المردفيسة يا ربي. هاي يوم فرحصاتك في الألف. هذا بيكون هني شيء معرض بيستوي. معرض مسوين أبوي في نص البحيرة. فمتى أظني ما يندرى بمتى. الإطلالة كم تسوى روح؟ الإطلالة كم تسوى؟ Seafood restaurant. Yes, it's Californian cuisine, but mainly it's focused on seafood. Okay, thank you. Beginning, please. So, gentlemen, would you like to order it your main course and food by yourself, or I can recommend you our specials, like sharing styles appetizers and. I prepare to recommend. To recommend. Please. So, I can recommend you for the starters is our green papaya salad and cauliflower salad, as well as seafood soup. And for the main course is mixed grilled seafood platter, salmon and sea bass. Go ahead. Thank you. Thank you. Yeah. لا شور ولا مشاور إبراهيم. ولا شورك عدل ما ينعب. كل بيظهر زين وكل فنان وكل قاوي. ما حد ترى قيسلة ما يابو لكم منيو. قيسلة ما يابو لكم منيو. حين أبوي نحط طلب خوز. كل شيء حين قلناها أبوي كل شيء يبونا. شو رأيك؟ هالريال رأي زين وكل فنان وكل قاوي. Thank you very much. I don't think about it. إن شاء الله. أيوة. عمار يا عمار. عمار. شو محمد؟ أي مكان الصد؟ كل المباني شو مكتوب عليها؟ عمار. هي والله. وين ما تصد؟ وين ما تصد كل عمار. وين ما تصد؟ كل عمار. كل هالدنيا عمار. على حل. مشاريع جميلة جبارة. مشاريع جبارة 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 يعني. ما ظني في الدنيا العودة شيء هالنمونة. ولا في الكون. كان في الأحلام. You again. Lovely to meet you again. I'm very happy to meet you. And we're delighted that you're here to enjoy seated this evening. Well, it's very good place. It's amazing. And very a lot of people. It's full. Look, the people there. Too many people. Too many people. We're waiting for a big party to arrive. Uh-huh. It really is the best dinner restaurant in Dubai. For inshallah. Obviously, views over the Burj Khalifa, the Point and Show, and then, of course, the address on time, which makes it. Inshallah. Look like I'm dreaming. You're dreaming.
I'm worried maybe my wife, she will wake me up. She will wake you. Oh, hopefully only tomorrow, whenever you've had a nice dinner. Inshallah. Enjoy. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Hi, Madira. We start from this one. This is papaya salad. Green papaya salad with prawns. It's our calamari. It's our signature fontaine roll with tempura prawns and biko. That is chicken karage. It's Japanese style of chicken. This one? Yes. It's cooked on the side, but inside is still soft. And this one is cauliflower salad with the grilled scallops. And this one? It's as well. I bring two because it's very nice. Like, okay. What is the name for this one? Fontaine roll. It's like on front of fontaine, we have fontaine roll, which is our signature. Bad. أنا من الأول تحريت السلطة هاي ما بالبابايا سلطة السلطة الثانية. What is the name for that salad? What we cauliflower salad. Sorry. Cauliflower salad with scallops. Cauliflower salad with scallop. هذا السكالوب اللي أنا قلت لكم دوم أحبه. هذا اللي يبونه من المحيط ما أدري وين من آخر الدنيا. مثل الشحمة لذيذ ما سيفود وما البحار هو. كان يبون ما أدري من أي محيط عاد نسيه. What the kind of food your restaurant serving? So we are infused with the Japanese and Californian cuisine. We have two sections. One is the lounge where we serve our Japanese food, sushi, sashimi, nigiri, maki rolls. And in the restaurant area, we more focus on seafood. There is salmon, lobster, black cod fillet, sea bass, as well with the ribeye beef. And the papaya salad. The papaya salad, it's from which? It's Californian style. This is calamari. Calamari, yes. هذا نغر عاد الحين. Thank you. Japanese? Japanese style chicken karage. So it's deep fried, but if you will try it inside, it will be still very soft. Subhanallah. Okay. Thank you. أقول اللي يميز الدياي هذا هذا مقلى لكن من خارج يتخرفش ومن داخل ترف فهي طعمه وايد لذيذ يعني وهذا السوس ماله وايد لذيذ والله بخبركم أكلهم روعة سبحان الله يعني لأن نحن أنت تاكل الأكل مالهم اللي هو في 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 مكانهم يعني في عقر دارهم يعني هذا ما أتوقع أنه شيء مطعم فيك انت يا الدنيا العودة بتقدر تاكل فيه اكل جاباني مثل هالمطعم ما اتوقع حتى في اليابان يعني هناهم ما عندهم اكل هالنمونة مثل هذه الجودة يمكن بقول مكان غير عن لينا لكن سكننا نحن وصرنا وينا في اليابان في كل الاماكن واحسنها تحيدون لكن سبحان الله كل شيء في دبي يتغير طعمه اللي حل الموضوع كله انك مشاهد النافورة برج خليفة شيء جميل يعني شيء مميز ترى اللي يصير القاهرة أو يصير مصر بلد الأهرامات أول ما يسألونه يقولوا له أنت وين سرت؟ سرت الهرم؟ قال لا قال عير أبوي أنت ما سرت مصر الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص دبي اللي يوصلها ولا يوصل هالمكان هالتحفة المعمارية ويوصل ويجلس يتمشى بين هالبنيان ويجلس بين يشوف صنعة الله سبحانه وتعالى ويشوف هالتحف المعمارية يعني ما كأنه شاف شيء ولا كأنه شاف دبي إذا أنه وصل ولا شاف هالمكان على الأقل لو يسير على ما قالوا المصريين خد فكرة واللي ما ياخذ فكرة عن هالمكان ترى ما عنده فكرة نعم والله إبراهيم اللي ما ياخذ فكرة عن هالمكان ما عنده فكرة نعم إنه تحفة معمارية
موقع مميز وفيو مميز. المطعم أكلهم خرافي، أكلهم كل لين حين السلطات واللي عطوا كل فنان. Could you let me know about your signature? So it's our signature fontaine roll. Uh-huh. We should have tempura prawns. From inside. Uh-huh. And on top we have Japanese wagyu beef. We should sear it and top it with tobiko and Japanese sauce. Yes, sir. Yes, sir. Wagyu beef. هاي الواجيو بيف هاي الحين اللي في اليابان اللحم. لحمة العيل اللي يقرقطونه وما ياكل ولا شيات بس يغدون على الحليب ويدلعونه، هاي لحمة الواجيو بيف. هذا الواجيو بيف اللي فوق وليه داخل تنبورة الربيان، ربيان المقلع مطواي مسوي بها انه محطي عليه ميع الصوص والكافيار والصوص ماله، شيء غريب عجيب يا ابو. كم ما ودك تاكله كله طالعه غميضه انك. So for your main course, we prepared a grilled seafood platter to share, chicken and salmon, and different type of side dish. Go ahead. Thank you. Thank you. ما بخبركم هذا فونتين رول. والله يا أبوكم يا إنه غير نمونة. غير نمونة. نعم. عن تنظلوني. تدروني كل ما يدريمول وتمشى ساعات والله إني أتهلى على سوشي. نعم. وإني أطالع وإني ولا ألقط مكان ما سوشي. والحمد لله يا أبوك المطعم. How long do they open this restaurant? Restaurant every day is open till 12 o'clock. إيه. But in Saturday and Friday is till 1 o'clock. No, but when do they open it? 2 months. شهرين ترى جديد. زاد أبوي هاك اليوم يومني كل متخبر قالوا ماشي ماشي ماشي. ترى الحمد لله لا ما سووا أي مطعم بعد. سووا مطعم ببلاد من كبره. بلاد بلاد يا ربي ويسدك يا ابو كله الا المنبر حتى يا ابو كله ما يشتهي العيش يتهلع عليها. الزين في الموضوع انك تتمشى في دبي مود لين يطيب خاطرك تبى تغير من نوعيه المطاعم اللي ضاري انت تتعشى فيها في دبي مود، يا يعني انك تظهر من البوابه هذه او تصير جده البحار هاي مول البحار اللي قلت لكم فيه في المحلات والمطاعم والشوبينج سنتر، فيه تروم توصل للمكان بكل أريحية. تروم توصل للمكان هاي اللي احنا فيه المطعم بكل أريحية. في اللوبي مال فندق العنوان مرة بنفس المستوى اللي في اللوبي تدخل ابوي من البوابة الرئيسية وهذا ابوي الطريق يجيبك سيده لين هالمكان. كان اتوقع انه لازم حجز يعني انه ما شاء الله الحين المكان روحه ممزور لين عينه ماشي مكان. حليل نثرنا يا ابوك حسني كلام ما تطعمنا هذا السوشي الصح ما شاء الله. والله يا ابوك ما يخص السوشي كم سنة حين نحن ناكل منه. هذا أبوي ترى هذا أبوي عمل بحرة يوم يقول لك على عمل بحرة هذا هو هذا على عمل بحرة بنكة. السلام عليكم أبو راشد. الله يسلمك كيف حالك؟ لا خليت منك الله يحفظك. أنسنا بهالزيارة وهالزيارة مفاجأة. لا خليت نحن كلنا فخر واعتزاز بوجودنا في نص هالأهرامات. الله يطول عمرك. هاي أهرامات عمار أهرامات عمار الله لا خلاني هل بلدنا والهل والربعنا والغريب والبعيد والجريب يا محمد. جزاكم الله خير على هالأفعال وهال هالشيء. نحن ياسين في تحف معمارية طال عمرك لأن في بلد مبروك الحمد لله. شيوخ مبروكين اللهم لك الحمد. هلا مبروكين ضيوف الليون مبروكين اللهم لك الحمد. اللهم ربي يحفظك الحمد لله. الله يحفظك يا ابو راشد. شكرا على الزياره. شكرا لك خلينا مبروك. الله يحفظك. مشكورين. شكرا لك. خفه الطينه خفه الطينه وصغاره النفس وحسن الخلق خطف على كل الطاولات. هل تشوفون الطاولات كلها خطف عليهم طاولة وسلم على العرب كلها ما خلى حد ما سلم عليه ولا خلى حد ما صور وياه ولا خلى حد ما تحفاه كثرنا وأكثر يعني ما قال هاي
العرب ولا هاي الأجانب ولا هاي من الهند ولا كل اللي موجودين في المطعم سلم عليهم. سبحان الله، حد منهم ما يعرفونه، ما يعرفون شخصيتي، يعرفونه في الجرائد في الهلكة كشخصية ما يعرفونه. شكرا لصغارة النفس، شكرا للتواضع الممتاز الجميل، هذا ما عهد عن أبناء هذه الدولة، هذا ما عهد عن أبناء زايد. زايد يعلك الجنة يا أبو خليفة، يا مال الجنة البارزة اللي ظهروا هالعيال متعلمين من أكاديمية حياة زايد. اللهم اغفر وارحمه يا رب العالمين، وتحفظ دارنا من كل شر وضر، وتبعد عنا كل حاسد وكل دساس وكل نمام يا أرحم الراحمين. من راد بهالأرض كيد حكومته انك ترد كيد في نحره يا أرحم الراحمين. تحفظ بلادنا وشيوخها ومن سكن فيها وشعبنا، وتحفظ كل منجزات الدولة يا رب العالمين. From here is our short ribs, which is cooked in casserole style. Aywa. Well done. Uh-huh. After that, we have a chicken. Chicken is topped with Japanese wasabi sauce, and you will be see black truffle, Italian one. Aywa, هذا اللي تشوفون الأسود هذا فوق هذا فقع. فقع French. Italian. Italian black truffle. Aywa, هذا عاد أغلى شيء من أنواع الفقع اللي في الدنيا العودة. And this is. It's just fried rice. Uh-huh. There will be, you have a seafood platter. You will be see salmon, lobster, prawns, and calamari. Aywa. It's like mixed for sharing. See. And after that, there is one more salmon. This is salmon, and that one. Asparagus. Asparagus, gulli. Wallah al. What's your good name? My name is Wasil. Wasil, gulli. MashaAllah alik. Thank you very much. Thank you, Wasil. Thank you very much. Huh? I can start to serve you. Please. Thank you. Thank you, Awasa. Our signature Wagyu beef ribs, which is cooked in casserole. One more again? It's our signature Wagyu beef ribs, which is cooked in casserole. هذا يقول لكم Wagyu beef ribs. ما هذا اللي خبركم عن العيل اللي قرقطوني يرضعوني بس اللي حليها. والله يبها. شوف شوف ها. حروني يمزح ها. ما يبى تحرحي. ايش قاعد؟ شوف الله عليكم. والله يا ابوك ما يبالع ماك ما يبالع صرت هاي يوم اقول لكم صاروطي ها هذا هو الصاروطي روح حزل name for this one this one Huh? This is sweet potato puree, coconut oil. Hey. And this is chicken in wasabi sauce hey. And black truffle. Thank you very much. هذه بلادنا، هذه إماراتنا، هذه فرحتنا، هذا عزنا، هذه السياحة في بلادنا في كل مكان. بغيت بر، بغيت بحر، بغيت جو، بغيت صحراء، بغيت يبل، بغيت الفلاية، الوديان. المزارع النخيل الواحات التراث عبق الماضي عبق التاريخ في كل مكان تلقطه هذه بلادنا بلادنا يجب أن يروج لها من جميع أنحاء الشعب كل آدمي كبير صغير مش شخص معين هذه مسؤولية كل مواطن على هالدولة كل مواطن موجود على هالدولة هاي مسؤولية أمانة في ركابكم تروجون لدولتنا وين ما تكونون بالعمل الصالح والسمع الطيب والمعاملة اللينة الطيب مثل ما قلت لكم الطيب عاية الطبيب ما شيء شرات الطيب الله يحفظ هالدار يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بلاك تي or what is it it's a black darjeeling tea with the mint thank you very much والله يا ابوك مينا نتفشر فيها نتفشر ونتخقق وتاج على الروس يا هالشركة يا هالشركة يا ابوك اللي مسوي هالدنيا كلها كم هرم بهرم سوت لنا كم هرم بهرم كم شيء بشيء يا ربي يا ربي لا تغير علينا
إلا إلى الأحسن. أو زاتا مانجو بودينج. زاتا بانكو بودينج. زين. It's a Japanese mochi. زين. Fruit platter. أيوة. And chocolate fondant. زين. هذا same that one. Yes. Yeah. أي رجيم أي رجيم أي رجيم أي رجيم أبوي. لا والله اللي بيونه ضيوف لا بد ولا عذر إني يجيبهم هالمكان. هذا أبوي المكان اليمل اللي تروم تتيمل بضيفانك، اللي تروم تفتخر إنك جايب أوادم اللي يستاهلون، ما من الناس العاديين لا 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 ها آه ما الناس سبيشل، ما أبوي الضيوف السبيشل يعني ناس اللي رقم واحد. ما يصير بجي ما بمال هالمكان لا 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 لا. شيء مميز ابوي، كل شيء كل شيء مميز غير نمونه. حلاوة كل شيء كل شيء. والايس كريم الايس كريم الايس كريم حتى لساني غلط من كثر الايس كريم. الطاولة اللي ورا محمد فيها ثنينه، الاثنينه هايين. هذاك اللي مناك انا متلاجي وياه في لندن، توني سرت حق ربيع ورمست وياه. ربيع هذا ابو اللحيه رمست وياه، اقول له كيف عرفت المكان؟ ها قال لي ربيعي هذا الرجال اللي صار تو اظني صار يغسل يديه ما ادري وين صار. المهم المهم كل الديتيلز عندي كل شيء، سالت ربيع خبرني عن كل شيء. زايق انكم تجلسون ما تطلبون، ها نحن اللي طلبناه. هذا شيء لا صار ولا استوى. طلبت انا طلبت شيء في منتهى الروعه. المهم نحن متلاجين في لندن صح؟ ما علي سامحين قبل شوي سجلتك من غير ما تشاور وياك، كان ما علي حبيبي، لكن جيت قبل ما تي سولفت ويا ربيعك، اعطاني الديتيلز كامل، قال لي ابوي ربيعي كان يتابعك ويابنا هالمطعم. شوف اختيار موفق، لا يليج في عقلك انك انت بتلقط مطعم مال سوشي شرات المطعم هذا. هي والله ما كنت ما خليت مطعم سوشي في الدنيا ما جيته مثل هالمطعم، ما كنت اطعمته يعني باللذه لذه كواليتي والسيرفينج ماله ما شاء الله شيء في منتهى الروعه. الله يسر اموركم. كنا بنسير كتسويا هي هي والله كان يبطل سنابك بشارع جميره، كان يقول كنا بشارع جميره كنا سايرين كتسويا، كان سيف يبطل سنابك يقول الخالدي بدا ادرس شيء مسوشي، شو رايك نسير؟ ترى الله صورك. ما بتندمون ان شاء الله. والله السيافي ما بتندم، مكان فنان في منتهى الروعه. الله يحفظكم ان شاء الله. Thank you for your good serving. The food it was very good. Very good taste. Very good service. Very good view. Very good restaurant. Everything 100%. I try to find at least 1% not good. I couldn't. Thank you very much. It was my pleasure. Thank you very much. يا السلام عليكم. أهيم سر سلم على الجماعة. أول ما سألوا عن إبراهيم. بيموتون عليك يا إبراهيم، وبالأخص سيف قال دخيلك عطنا سنابه. الحمد لله إن تليفونه مبنى. ها يبون يا ويلك لا تعطيهم سنابك. ها؟ لا تعطيهم سنابك أغار. استغفر الله العظيم. قرب الله إبراهيم بياكل الجو. توبة ما يبك وياي أي مكان مرة ثانية. ما هون عليك. الله يحفظكم السيافي. سامحونا حبيبي. يلا في أمان الله. خلصنا الله يحفظكم العشاء. وين الحين اللوبي بنظهر بالطرف هذا بنصير جدال شو اسمه دبيمون. دخلت الحمام هذا ما هان علي ابوك ما اسوي فيه شيء، ما هان علي اسوي فيه شيء ابدا، ما بمال تسوي فيه شيء. الحمام غميضه يا ابوك. رد ابوي وين جيت يا البنادم. ابراهيم مبسوط؟ اكيد مبسوط. شوفتك يا ابو محمد ايش والله وايد مبسوط انك جيت. ابراهيم ترى كل حد يقول وايد ضروري ان ابراهيم لا ينقطع عنا في السناب. ما لي غنى عنك ولا عنهم. والله ابراهيم ترى مصدق رمسك. كل هالجماعه يقولون ضروري ابراهيم دوم يظهر، لا تخلونه يبطي علينا في السناب. ان شاء الله له الدوام بس ولا لا حتى ابو ظبي يقولون لازم تظهر.
ان شاء الله. ابو ظبي تقايل انك بتينا ابو ظبي. هي بيك هالنزول بيك. احلف. تبان اجي؟ هي والله. حاضرين بتبات عندي. حاضرين من عندها. احلف. والله ابو صدق ليش ما بات؟ اشهدوا علي بالحضار. ترى قال بيبات عندي. والله بركه من ساعة. انا اللي حصل لي الشرف ديت. لا والله بركه من ساعة. والله طول لك عمرك يا ابو محمد. يا ابو ابراهيم. ابو ابراهيم. ترى ابراهيم قال بيبات عندنا. هب لا هب اليوم هناك ترى الحين بيبات. شو بعد وين بيصير لك في ابو ظبي؟ بيلس يوم يومين ثلاث ايام بيلس ويكند عندنا ولا البحر. تعال يوم بتصير شويهات. انت قال بتصير شويهات عند النوخذه وعند قوم مرزوق عند عيالها. ماكل سمك؟ يلا اي نعم. غايضهم في السلام؟ اي نعم. ان هذه اول دخلت موسوعه جينيس كاكبر معلقه زينه. زينه يعني منها النفافيخ والدحروي وما ادري شو هو والكوز وكرنكوز البحر مركوز. لا 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 تبغى صوره ولا فيديو؟ اللي يعيب. شو اسمك؟ محمد. والله والنعم. سلم على ابوك ان شاء الله يوصل. الله يحفظك. يلا ملا. هذاك جوتي محوحو. هذا عال ما سوق الصنادج. الحمد لله يحيها انتي. اشوف لم الزينات. هذاك محوحو. هذاك ما سوق الصنادج. وهذا الغاوي. هذا عرس يمشي. يلا بنات. بس عليكم. يا مرحبا ابو خليل. يا مرحبا ابو خليل. يا مرحبا ابو خليل. يا والله. علومك. علوم الخير. الواحد يوم يشوف هالويف ذمتي انها بخير وسهل. يا رجل خف علينا. والله ما خف هالكلام من شرايين قلبي. يا رك الله. اي والله يا ابو محمد. قاعد اليوم جميل وحلوه وفنان صح؟ اي والله. كل شيء مميز. خذ رصيد. الحمد لله. خذ رصيد. فقنا باشياء كثير. اي والله الحمد لله. نعم. نعم. انت طيب وتستحق الشكر يا ابو ابراهيم. ادائك كان مميز وجميل وترتيب كل شيء استوى كله مرتب. فضل الله ثم فضلك يا ابو ابراهيم. مشكور ما تقصر. هلا 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 هلا. مرحبا ابو جاسم. مرحبا. نايس تو ميت يو. مشكله يعني كل دقيقه منو حد شو ايش عرفكم ابراهيم انتم؟ جامان عرفه ابراهيم غني على تعريف بخلي. نعم. لا 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 مش معقول يعني. لا انا ما كلمتوني انتم الحين بس تبغوا صوروا صوروا شلوا بعد وياكم عيال. يا حظنا فيك يا ابو بس شفت شو شفت قايل؟ يا القهر ما اكثر يا القهر. الله عليكم. انا ابويا الابتسامه مكبرها. انا ابو يا رب يصور وياك. صور وياك. خلاص ورا. يلا يلا تشيك تشيز 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 يا ابراهيم. تشيز عاد ترى فيديو هذا. ابو محمد كله فيديوهات. اكيد مليون ادمي صور هاي الاشياء. مليون ادمي. لكن اللي بغيت اعرف شو منو زين. هذا فندقنا زين. وهذا وين نحن الساعه متعشين. ونزلنا بويا من اللوبي ظهرنا. شفت الجسر هذاك؟ هذاك الجسر بوي لاصج في دبي مول. ونزلنا عاد الحين لا ما بغينا نكمل في الدور اللي فوق. لا نزلنا لين تحت ومشينا الارضيه هاي تحت 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 لين هالبوابه. ودخلنا ووصلنا ويلنا هو وعامين وسلمنا وسولفنا وضحكنا ويا العرب والعرب ضحكت ويانا. وعندك ودونك وحين الله يحفظكم. المضور التعب لي في الدنيا كل فيه ريولي متيبسات علي من المعامه اللي ما توجه. هاي نشتي ابوي من صباح الله خير. وحين ابوي الرقاد ولا انا مخاطي الرقاد. طيحه الحمال اليوم هي اللي بنطيحها. يلا تصبحون على خير.